دل على اعتبار التعيين في علم الجنس إجراء الأحكام اللفظية على علم الشخص، على عالم الشخص، آسف، على عالم الشخص عليه، حيث منع الصرف مع تاء للعالمية طبعا، نعم، ووقوع الحال منه، كأن تقول هذا أسامة مقبلا، تقول هذا أسامة مقبلا. ومثله في التعيين المعرف بلام الحقيقة نحو الأسد أجرأ من الثعلب، كما أن مثل النكرة في الإبهام المعرف بلام الجنس بمعنى بعض غير معين نحو إن رأيت الأسد، أي فرضا منه ففر منه، إن رأيت الأسد، آسف، إن رأيت الأسد ففر منه. وأيضا فيها استعمال علم الجنس واسمه معرفا أو منكرا في الفرض المعين أو المبهم من حيث اشتماله، على المهية حقيقي نحو هذا أسامة والأسد، أو أسد، أو إن رأيت أسامة أو الأسد أو أسد ففر منه، فهذا على الحقيقة لا على المجاز، هذا على الحقيقة. وقيل إن اسم الجنس كأسد ورجل وضع لفرض مبهم، كما يأخذ مع تضعيفه مما سيأتي أن المطلق الدال على المهية بلا قيد، وأن من زعم دلالته على الوحدة الشائعة توهمه النكرة، فالمعبر عنه هنا اسم الجنس، وهذا يعبر عنه بالمطلق فيكون مطلقا. نظرا إلى المقابل في الموضعين، وما يأخذ من هذا الآية من إطلاق النكرة على الدال على واحد غير معين والمعرفة الدال على واحد معين صحيح، كالمأخوذ مما تقدم صدر المبحث في إطلاق الكلام على النكرة. نعم، قال: مسألة الاشتقاق. الاشتقاق رد لفظ إلى آخر، الاشتقاق من حيث قيامه بالفعل، رد لفظ إلى لفظ آخر بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني، يبقى إذن يكون فرعا له، ولو كان الآخر مجازا لمناسبة بينهما في المعنى، على من يقول بالمجاز في مسألة اللغة على الاشتراك، على مناسبة بينهما في المعنى، بأن يكون معنى الثاني في الأول والحروف الأصلية بأن تكون فيهما على ترتيب واحد، كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة، وبمعنى المجاز دلالة، كما في قولك الحال ناطقة بكذا. الحال ناطقة بكذا ليس المراد بها الحقيقة هنا، المراد بها هنا المجاز، والمعنى الحال هنا ناطقة يعني دالة، تقول الحال ناطقة هنا يعني دالة. وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا كما سيأتي. نعم، قال: ولا بد في تحقيق الاشتقاق يعني من تغيير بين اللفظين تحقيقا، كما في ضرب، كما في ضرب من الضرب. عليكم السلام كاتب. وقسمه في المنهاج 15 قسما، ولكن يطول الكلام عليه. قال: أو تقديرا في طلب من الطلب، فيقدر أن فتحه اللام في الفعل غيرها في المصدر، كما قدر ذلك بعض أهل اللغة منهم سيبوي، أن ضمة النون في جنب جمعا غيرها فيه مفردا، ولو قال يعني تغير كان أنسب، أنه قال: ولا بد من تغيير، لو قال تغير كان أنسب. قال: وقد يضطرد يعني المشتق، وقد يضطرد كاسم الفاعل من المشتقات، اسم الفاعل اسم المفعول. قال: وقد يضطرد اسم كاسم الفاعل نحو ضارب لكل واحد وقع منه الضرب، فكل واحد وقع منه الضرب فهو ضارب. وقد يختص ببعض الأشياء كالقارورة من القرار، يعني للزجاجة معروفة دون غيرها مما هو مقر للماء كالكوز. نعم.
وانتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى، قال وجوب اشتقاق الاسم لمن قام به وصف، وجوب اشتقاق الاسم لمن قام به وصف، ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه، أي من لفظه اسم، خلافا للمعتزلة. من لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم، خلافا للمعتزلة في تجوزهم ذلك، حيث نفوا عن الله تعالى صفات الذاتية كالعلم والقدرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة هنا، كالعلم والقدرة، ووافقوا على أنه تعالى عالم قادر مثلا، لكن قالوا بذاته بصفة زائدة عليه، يعني هم قالوا أن هذه في الذات، ولم يثبتوا الصفة. المعنى هنا غير الجهمية، هم أثبتوها ذاتا ولم يثبتوا الصفة، يعني هم قالوا عالم ليس بعليم، قادر ليس بقدير، حكيم ليس بحكمة، هذا هو. لذلك من لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم، خلافا للمعتزلة. ولذلك هم قالوا هو متكلم، أمين هواني، قالوا هو متكلم، الصوت منخفض، أنا آسف، طيب الصوت منخفض، لا صبري قال الصوت منخفض، طب هو قالوا متكلم لكن خالق للكلام، يعني هم قالوا متكلم لكن لم يثبتوا للذات صفة، قالوا متكلم ولم يثبتوا للذات صفة، قالوا متكلم خالق للكلام، هذا قول المعتزلة. ومن بنائهم على الترويز اتفاقهم على أن إبراهيم عليه السلام ذابح ابن إسماعيل، حيث أمر عندهم آلة الذبح على محل، مرر عندهم آلة الذبح على محله، منه لأمر الله جل في علاه، لأنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولذلك قالوا إذا إبراهيم ذابح لأنه مرر السكين يبقى ذابح. نعم، واختلافهم على هل إسماعيل مذبوح أم لا، فإن قام به أي بشيء ما أي وصف له اسم وجب الاشتقاق لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف، كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه، أو قام بالشيء ما ليس له اسم كأنواع الروائح كما مر وتكلمنا عنه. ثم قال بقاء المشتق منه شرط لكون المشتق حقيقة يعني لا مجازا، وهذه تكون في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. إلى الآن ما دخلناش في السنة، خلي بالك معنا وقت الحمد لله. طيب هنا العقيدة السفارينية، وبعدين نشوف الأسئلة. العقيدة السفارينية، شيد شو نعم، فصل في الكلام على مسألة الذنوب، وهذه المسألة مهمة جدا، لأنه تكلم على الأحكام، والأحكام هنا المراد بها إما الأحكام الكونية إما الأحكام الشرعية، وهنا مسألة من أهمية مكان بيت صراحة من في للمصنف فيه إبداع، تكلم قال ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، يعني هنا الآن بيقول المصنف ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، فهو أراد بهذا البيت أمر مهم جدا، ما هو؟ بقوله ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، ما يقصد من هذا البيت؟ ما مقصوده من هذا البيت؟ الإسراء الصغيرة والإسراء كبيرة، لا 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 لا، ما أردت ذلك، ممتازة ممسدد ممتازة، هو أراد أن يبين وسطية أهل السنة والجماعة، أراد أن يرد على طائفتين مبتدعتين، أراد أن يرد على طائفة مبتدعة
وهذه الطائفة المبتدعة الخوارج الذين يكفرون بالذنب بالمعصية، وينزل تحت الخوارج أفرخوهم. وأيضا أراد أن يرد على طائفة أخرى مبتدعة وهي طائفة المرجئة الذين لا يعبؤون بمسألة المعاصي، فهو أراد أن يرد على عليهما معا وأن يبين وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب في قوله ويفسق المذنب بالكبيرة، فهنا معنى أن فاعل الكبيرة يفسق كما قال الله جعل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. علماءنا هنا الآن عندما يقولون إطلاق الفسق على فاعل الكبيرة لها ضوابط، من الضوابط في ذلك لابد أن نعلم كيف أن هذه كبيرة. إن قلنا كبيرة فما يصف لنا الكبيرة من الصغيرة؟ إذا قال في كبيرة إذن في صغيرة. طب ما الفارق بين الكبيرة وبين الصغيرة؟ وأيضا الفسق كيف يلحق به الحكم؟ أول شيء الكبيرة قد قسم، أولا في الكتاب قد قسم الله جل في علاه الذنوب إلى صغائر وكبائر، حيث قال سبحانه جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال إن تجتنبوا كبائر، فإذا هو صرح بالكبيرة مبينا بأن نعم صرح بالكبيرة هنا مبينا بأن هناك كبائر وصغائر. وقال الله جل في علاه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل الكبائر واللمم، اللمم هي الصغيرة. فيبقى إذن التقسيم أصلا جاء من عند الله جل في علاه، تقسيم بين الكبيرة وبين الصغيرة، وفيها بأنه بفعل الكبيرة مرة واحدة يفسق يكون فسقا. وهنا يعني المعنى أنه لو قلنا بأن الكبائر، بعض العلماء قال الكبائر هي التي جاء النص على أنها كبيرة فقط، يعني ما كبيرة إلا التي جاء النص بها أنها كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات الكبائر. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقول المنصوص على الكبائر هذا هو الذي تكون كبيرة، غيرها ليست بكبيرة. وبعض العلماء قالوا بل الكبيرة هي التي صرح بأنها كبيرة أو صرح بأنها كفر أو شرك ولم يكن شركا ولا كفرا مخرجا من ملة كالحلف غير الله أو توعد عليها وعيدا شديدا بأن أو جر فيها اللعن كما قال الله جل في علاه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، فجعلها أيضا كبيرة. وأيضا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، أو قال لعن في الخمر عشر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذه الكبيرة ويفسق صاحبها أو يفسق فاعل الكبيرة إن جهر بها، ويفسق صاحب الكبيرة إن جهر بها. ما الذي حدانا أن نقول بذلك؟ ولم أرى أحدا يعني قد أكد على هذا وبينه تبينا تاما. والصحيح أن الحديث هو الذي حكمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين، كل أمتي معاف إلا المجاهرين. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه معاف، فإن كان معافا فلا يفسق، فتفسيقه على أنه مجاهر بهذه المعصية، تفسيقه على أنه مجاهر بهذه المعصية. لذلك قال ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، يعني لو أصر على الصغيرة يصير فاسقا. لما؟ لأنهم يعتقدون بأن الإصرار على الصغيرة ينقلها من الصغيرة إلى الكبيرة، يحولها إلى الكبيرة. وهذا قول الجماهير، هم يعتمدون في حديث يروونه مرفوعا موضوعا لم يصح، ويروونه عن ابن عباس موقوفا وهو صحيح. الصحيح أنه موقوف على ابن عباس في قوله لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. والصحيح
الذي ندين الله به الصغيرة أبدا صغيرة، ولأن الكبيرة حتى بالإصرار عليها لا تكون كفرا، فكذلك الصغيرة. ولما الصغيرة تكون كفرا لا تكون كبيرة؟ الحق بأنه لا صغيرة ولا كبيرة، المسألة دائرة على استهانة القلوب. الحق بأنها ليست كبيرة ولا صغيرة، المسألة على استهانة القلوب. استهان قلبه بفعل المعاصي، فهذه الاستهانة تجعلنا نقول بأنه فاسق، ويخشى عليه أن نقبل روايته فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن قال وكذا إذا أصر بالصغيرة، يعني ينتقل بالصغيرة إلى الكبيرة فيفسق بذلك. المقصود مقصود المصنف في هذا البيت كما قلت هو الرد على طائفتين ضالتين، وإجلاء وإظهار عقيدة أهل السنة والجماعة الوسطية بين هؤلاء وهؤلاء. العقيدة الأولى التي أراد رد عليها عقيدة الخوارج، والخوارج هم الذين يكفرون بالذنب، ولهم شبه يتمسكون بها، ليس منا من غشنا فليس منا. وأيضا في قوله فقد كفر، وفي قوله سنتان أمتي هما بهم كفر، فقالوا هذا تصريح بأنها كفر، وبذلك يقولون بأن فاعل الكبيرة كافر، وهذا كما قلت وإن اعتمدوا على بعض الشبه ضعيف جدا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر على أن فاعل الكبيرة في المشيئة عندما قال فمن أصاب من هذه القاذورات من شيء ثم أقيم عليه الحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفارة له، فالحدود كفارات. وإن ورد الحديث أنه قال لا أدري حدود كفارات أم لا، لكنه قد أوحى إليه بعد ذلك بأنها كفارات، فالحدود كفارات، والمعصية التي لها تكفير فإنها لا تكون كفرا. وأيضا قد قال مسلم فمن قام عليه الحد فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد فهو في مشيئة الله، والكافر لا يدخل تحت المشيئة، الكافر خطه واحد إلى النار. فالغرض المقصود هنا في هذا الباب الرد، كان المقصود منه قصد الرد على الخوارج، وأيضا قصد الرد على الطائفة الأخرى من أهل البدع والضلالات الذين ينظرون بعين عوراء، قصد بذلك الرد على المرجئة، لأن المرجئة أيضا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. فانظرون الفرق بين طائفتين مبتدعتين، طائفة ضالة مضلة طائفة الخوارج، وطائفة أخرى ضالة أضل منها طائفة المرجئة. فالمرجئة أسوأ من الخوارج، على الأقل الخوارج هؤلاء من الخوف يعني يحتطون ويسارعون في الخيرات. وش طيب لا ليش اجلس إذن هذه الطائفة الأخرى طائفة المرجئة، وطائفة المرجئة أضل من طائفة الخوارج، وهي أنزل من طائفة الخوارج. لما؟ لأنها تفتح الذنوب والمعاصي دون روية ودون أي احتياط ولا تورع، ولذلك هم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وكلاهما في ضلال مبين. وأما للسنة والجماعة فهم وسط. فسأل السائل وكيف يكونون وسطا؟ قلت هم وسط بين طائفتين ضالتين، والوسطية هنا بأنهم يقولون الكبيرة تضر مع الإيمان، والصغيرة تغتفر، فإن أصر عليها ضرت مع الإيمان. والدلالة على ذلك أدلة كثيرة، بأنهم قالوا بأن الله تعالى مع فعل الكبيرة سمى فعل الكبيرة مؤمنا، وهو مؤمن ناقص الإيمان، وسمى أيضا وبين أن فاعل الصغيرة معرض إلى أن تغفر هذه
السيئات والمعاصي بفعل الحسنات. فالصلوات الخمس مكفرات، الصلوات الخمس مكفرات، وأيضا الوضوء من المكفرات، فالحسنات من المكفرات، اجتناب الكبائر من المكفرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقصد بالسيئات هنا الصغائر، يقصد بالسيئات هنا الصغائر. فإذا هذه دلالات واضحة جدا على أن المؤمن قد يسمى مؤمنا، فنقول مؤمن بتوحيده وأصل الإيمان فيه، وكافر بمعصيته بكبيرته. وأما الصغائر كما قلنا فالصلاه مكفرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من ضرني من شيء؟ قال: لا يبقى من ضرني من شيء. فإذا هنا هو مؤمن، لكن مؤمن ناقص الإيمان، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عندما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثم بيّن ابن عباس قال: إيمانه يكون فوقه وكذا كالظلة، إيمانه يكون فوقه وكذا كالظلة. فإذا هنا البيت، أصل البيت هو في بيان وسطية أهل السنة والجماعة، وبيان الضلال المبين الذي فيه الخوارج والذي فيه المرجئة. فأما الخوارج فكفروه بالمعصية، وأما المرجئة فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، فهو في الجنة وإيمانه كإيمان جبريل، وهما على 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 طرفي نقيض، وهما على ضلال مبين. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أخذوا الحق الذي مع الخوارج وقالوا: تضر الكبيرة مع الإيمان، لكن لا تخرجه من الإيمان إلى الكفران. وأخذوا الحق الذي مع المرجئة بأنه لا يكفر بكبيراته، بأنه لا يكفر بكبيراته. وهذا هو الذي أردناه أن يكون ظاهرا جليا، أنه أراد بهذا البيت إجلاء عقيدة أهل السنة والجماعة الوسطية بين طائفتين ضالتين، بين الخوارج وبين المرجئة. لذلك قال: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. فالصحيح أنه إذا أصر بالصغيرة لا يفسق بذلك، لأن الصغائر أبدا صغائر، ولا تنتقل من الصغائر إلى الكبائر إلا بدليل، إلا إذا قلنا: والكبيرة والصغيرة الأهم فيها أو نظر الجرح والتعديل في هذا الباب استهانة القلب، وهذا الراجح الصحيح، ينظر فيها على استهانة القلب. نعم، بهذا نكون انتهينا من درس العقيدة السفرينية اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اشفي شيخنا والوالديه والحاضرين والمستمعين، اللهم امين. اوضع ان يشتري ثلاجة ومعه 2500 جنيه وهي ب 5000 جنيه، فاعطاء حضوم 2500 جنيه على ان ياخذهم منه 3000 قسطه، وذهب معه لتاجر الثلاجات لشرائها للاول، فهل هذه الصوره ربا صريح؟ هذه ربا صريح، لا يعني لا غبش فيها ولا خلط، ربا صريح هذا. نعم. لما قيل له انه ربا قال: الامر انتهى، كيف الخروج من الحرمه؟ اشترى على ذلك، خلاص هذا قرض اصلا. الاولى يعني الا يعطي الا المبلغ فقط 2500 فقط، يعطي 2500. حفظكم الله، هناك حديث رواه الترمذي في العلل الكبير وفيه عله في الاسناد، وهو زياده راوي، والراوي هو عمر بن عبد العزيز، لكن الحديث عن الزهري عن الربيع ثبت من طرق اخرى، فهل هذه العله في السند توجب القول بضعف المتن الذي جاء به معه؟ هناك حديث رواه الترمذي في العلل الكبير وفيه علة في الإسناد، وهو زيادة راوي، والراوي هو عمر بن عبد العزيز، لكن الحديث عن الزهري عن ربيع ثبت بطريقة أخرى، فهل هذه العلة في السند توجب القول بضعف المتن الذي جاء؟ وعامة لابد أن أنا أرى المتن وأرى الإسناد وأرى الطرق. يعني هو الحق هذه مسألة زيادة الإسناد، هل هو يكون يعني من المزيد في منتصف الأسانيد، أم أن هذه دلالة على وهم الراوي؟ هذا أمر لابد ينظر فيه، يعني لابد أرجع الحديث وأيضا أنظر المتن، لكن غالبا إن كان المتن هكذا، فإن كان الإسناد على ما تصف أنت أو ما وصفتي،
غالبا غالبا المتن بيكون صحيح، غالبا بيكون المتن صحيح ولا يؤثر على المتن. يعني هذه العلة التي فيها وهم الراوي لا تؤثر على صحة المتن. نعم.